السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأوفياء إلى ما تواجدتم إلى هذه السلسلة من اللقاءات المباشرة. هذا المساء سنتحدث وإياكم عن الحرب الشاملة التي يخوضها الاحتلال المغربي ضد الشعب الصحراوي على كافة المستويات، وسنتحدث كذلك بإذن الله تعالى عن مشاركة الرئيس غالي في قمة بروكسل اللي يعني أبطلت كل ما كان الاحتلال المغربي يروجه في الأيام الماضية، وأدخلت يعني وأربكت كثيرا من حساباته. إذا لا تنسوا مع بداية هذا المباشر أن تقوموا بمشاركة الرابط الإكثار كذلك من الجيمات، وطبعا يعني نحن هنا من أجل المعلومة. نعلم بأن يعني تطورات الأحداث في الساعات الماضية يعني حقيقة كانت بكثافة كبيرة جدا، ولكن كل ذلك لم يمنع يعني كل مراسلينا والناس اللي تمدنا من المعلومات، وأحييهم يعني تحية خالصة وطيبة، وأشكر لهم يعني هذا العمل الجليل لفائدة الشعب الصحراوي. أعلم بأنه هو وراء هاته النيات الطيبة وهؤلاء الأشخاص الطيبين وهاته الأرواح الطيبة التي تسعى للخير وتسعى إلى نصرة الشعب الصحراوي، أعلم بأن كل وراء ذلك ما يخلق إن شاء الله الرحمن الرحيم إلا النصر، بل ما هو له فقط النصر ولكن النصر بإذن الله تعالى نصر يعني خارق إن شاء الله الرحمن الرحيم للعادة. إذن لا تنسوا مشاركة الرابط. لحظات ونبدأ وعلى بركة الله. إذن لحظات إن شاء الله ونحن معكم. إذن تطورات كبيرة جدا تعرفها القضية الصحراوية ويعرف الشعب الصحراوي أينما تواجد. اليوم يعني الصحراء يعني العيون المحتلة، الداخل المحتلة، إسبانيا، في كل مكان، بروكسل، يعني في كل مكان الجميع مجند في هذه المعركة، والتطورات شديدة جدا. إذا لحظة فقط شارك معكم الرابط ونبدأ على بركة الله. هناك خبر عاجل توصلت به فقط اللحظة، يخص قضية منتنا جميعا، سلطانة خية والواعرة خية وأسرة آل خية بشكل عام، أسرة سيد إبراهيم خية اللي صنعت المجد الصحراوي في بوجدور المحتل، واستطاعت أن تحرر ذلك المنزل، منزل آل خية في بوجدور المحتل الذي استطاعت أن تحرره لبؤات الصحراء الغربية. إذا الخبر العاجل يقول أعلنوا سلطات الاحتلال المغربي في الساعات الماضية خضعت لياسر من الضغط بسبب قضية سلطانة والواعرة وعائلتهم، مما أدى بهم إلى الاتصال قبل قليل بشقيق سلطانة خية وطلبوا منه إحضار مبلغ مالي أعتقد في حدود 3000 درهم من أجل أن يعيدوا عدادات الكهرباء للمنزل، أي من أجل إعادة التيار الكهربائي لمنزل عائلة السيد إبراهيم خي. هذا الخبر عاجل جدا توصلنا به قبل لحظات فقط، وإذا صح هذا الخبر وإذا مشات الأمور إلى هذا يعني إلى هذا المستوى، فمعناه على أن هناك انتصار تدريجي بإذن الله تعالى، انتصار تدريجي لعائلة خية ومن خلالها للشعب الصحراوي كافة على هذا الاحتلال المغربي اللي يعني أن يلجأ إلى قطع التيار الكهربائي عن منزل في الدشرة معينة. هذا رأي قمة التمييز العنصري، يعني ما هو لا قمة التمييز العنصري وإنما قمة الدكتاتورية وقمة الاحتقار وقمة البؤس أيضا، يعني بؤس ما يذهب إليه المحتل المغربي في أفعاله ضد الصحراوي. إذا الخبر العاجل المتعلق بأسرة سلطانة خية هو اتصال سلطات الاحتلال المغربي قبل قليل بشقيقها وطالبوا منه على أنه يحضر مبلغ مالي قدر فيه 3000 درهم من أجل
أن يعيدوا عداد الكهرباء المنزوع. وبالتالي فإن الأكذوبة التي روجها نظام الاحتلال المغربي في الأيام الماضية، واللي قال على أنه منزل سلطان أخي فيه الكهرباء وإنما يضحكوا على الشعب وكذا ومن تلك الأكاذيب، اليوم يتأكد من خلال هذا الخبر، أعلنوا فعلا التيار الكهربائي كان مقطوع عن منزل سيد إبراهيم خية، وبالتالي فإن الاحتلال المغربي قام بسلوك غير مقبول بتاتا بغض النظر عن الآراء والمواقف التي تصدر عن أبناته الخية في بوجدور المحتل، اللي هو صوتهم هو صوت كل الشعب الصحراوي في المنطقة، ونعرف بأنه ياسر من أهالي الصحراء الغربية لا يستطيعون الحديث بصراحة عن مواقفهم، لأنهم عارفين بأنهم يوجدون في ظل الاحتلال المغربي. هذا من جانب. من جانب آخر، كما تعلمون أنه مرحبا وسهلا الأخ الحسن العيادي، مرحبا وسهلا هو بكم جميعا. إذا كما تعلمون هناك أحداث كبيرة جدا، أسعد الله المساء، يعني أحداث متسارعة جدا، يعني متسارعة جدا، وعلى رأسها ما يحدث الآن في الداخل المحتل، اللي بالمناسبة نقدم خالص التعازي، خالص التعازي، يعني تعازينا الحارة والشديدة لأسرة الحبيب أغريشي رحمة الله عليه، الشهيد الذي سقط في ظل يعني نظام الاحتلال المغربي، واللي كان يعني موضوع مؤامرة من طرف الاحتلال المغربي، سواء يعني بالمشاركة أو سواء بالتستر على الجريمة. نقدم يعني خالص التعازي، ويعني ألتمس منكم أن أقدم التعازي كذلك باسمكم إلى عائلة الشهيد الحبيب أغريشي في الداخل المحتلة كمتابعين لهذه الصفحة. إذا شفنا أحداث الداخل المحتلة، شفنا كذلك ما يجري في منطقة إيزيك بضواحي العيون المحتلة، اللي هي يعني الآن يشبه ما يجري أيضا في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعني تماما يعني قوات قمعية جاية تقلع الأرض من أهلها، قوات قمعية جاية من الرباط والدار البيضاء ومراكش وكذا تحت مسمى المخزن، وجاية تقلع الأراضي من الناس بالقوة، جايبين الهليكوبترات وجايبين يعني القوات القمعية وجايبين الدرك وجايبين القوات المساعدة وجايبين الذين يحصون الأراضي ويعدلوا المسح الطبوغرافي، وجايين يقلعوا الأرض من أهلها القائلة من نهار، القائلة من نهار، في حرب يعني شاملة جدا ضد الشعب الصحراوي، حرب يعني على كافة المستويات. وشفنا كذلك حدث بروكسل، اللي حد سمع رواية المخزن في وقت سابق، وحد سمع ما تهدد به وزارة الخارجية المغربية، وزارة البرويطة، يقول على أنه بلجيكا لن تقوم يعني باستقبال الرئيس إبراهيم غالي، وأن يعني الرئيس إبراهيم غالي لن يشارك في هذه القمة. يعني شفنا استعراض العضلات من المخزن طبعا البئيس، اللي أصلا وحل فقط في تسيير، لا التسيير العادي للزريبة، يعني فقط لا فقط ما هو قد يسير حتى الزريبة بأكلها وشربها وبنيتها التحتية وبأمنها، يعني ما هو قد يسير هذه 40 مليون والله أقل من 40 مليون مغربي، ما هو قد يسيرها، ولكنه يستعرض العضلات ويظهر على أنه قوي أمام الاتحاد الأوروبي وأنه سيفعل. وحينما يرى يعني حد بلاغ أو الرسالة اللي وجهها ما يسمى قال لك برلمان الزريبة، أصلا اللي هو برلمان الزريبة اللي هو أصلا برلمان مزور، هذاك أصلا البرلمان ما فيه برلمانيين حقيقيين، يعني أصلا هذو اللي في برلمان المغرب شي طالع بالتصوير، شي طالع ب200 درهم، شي طالع بالحشيش، شي طالع بسرقة المجالس المحلية، شي طالع بالكذب، شي طالع بالنفاق. يقول لك ان مجلس النواب بعث رسالة تهديدية الى الاتحاد الاوروبي، يقول له ان قابلت او استقبلت الرئيس إبراهيم غالي فاننا سنفعل. شو تعدلوا؟ ما هو حد جهتكم انتم في العالم اليوم؟ انتم ما انتم قاعدين تسيروا حتى الامور البسيطة للشعب المغربي. اذا نحن امام هذه الاحداث الثلاثة. هناك من يطرح تساؤل حول بلاغات وزارة الدفاع الصحراوية،
لي لحدود الآن يعني ما فهم بلاغ يعني، وأنا يعني ألقي نظرة على وكالة الأنباء الصحراوية، شفت خبر يعني لا أعرف مدى صدقيته، على أنه هناك مسؤول عسكري صحراوي رفيع المستوى، هذا شفته في مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك، يقول بأنه هناك مسؤول عسكري كبير في الجيش الشعبي الصحراوي يؤكد أنه تم التوقف عن نشر البلاغات في انتظار يعني إخراجها بحلة جديدة. يعني هذا الشيء اللي سمعت، اللي شفت في الفيسبوك. إذا كما قلنا هناك أحداث متسارعة. نبدأ بالداخل المحتلة، لأنها موضوع إنساني، حقيقة موضوع إنساني ويهم كل الشعب الصحراوي، وأعتقد على أنه لحظة وأنت معاكم. أرجو من المصدر يأكد لي يعني بماذا يتعلق الفيديو حتى يعني أقوم بمشاركته، لأنه ما عرفت موضوع هذا الفيديو. أرجو من المصدر يكتب لي ما هو موضوع الفيديو من فضلك، الفيديو اللي الآن يعني من بوجدور المحتل. إذا كما قلنا بالداخل المحتل، نبدأ بالداخل المحتل لأنها موضوع إنساني ولكن في بعده يتعلق بكل الشعب الصحراوي. البارح كنا سباقين إلى نصر مباشر في حدود على ما أعتقد 9 مساء، قلت لكم فيه على أنه أنا عندي كانت عندي معلومات حول مصير الشهيد الحبيب أغريشي، ولكن ما يعني لم أرغب في نشر الخبر كاملا حفاظا يعني حفاظا على ليس مصادر معلوماتنا ولكن على مصادر أسرة الحبيب أغريشي. وفعلا يعني ثبت مع الوقت على أنه ذاك اللي كان يعني وصلنا في وقت سابق على أنه نظام الاحتلال المغربي كانت عنده الجثة، يعني الجثة كانت بين يديه، ولكن أراد على أنه يخفيها باش يلعب على الوقت، يعني يرهق الناس اللي تتظاهر في الشارع واللي تبات في الشارع، يرهقها، وبعد ذلك حينما يحس بها يعني أرهقت يتدخل ويعطيها ما يريد ويتوقع ردة فعل يعني عنيفة كيف حدث البارح، ولكنه في النهاية لا يعرف كيفاش يمرق من القضية بطريقة معروفة للمخزن. هذه يعني استعملها في كل مكان ومع كل الأحداث، يعني استعملها في جرادة، يعني حتى الآن جرادة راهي مرقت اليوم في مظاهرات، يعني حراك جرادة اليوم عاد إلى الشارع. إذا نفس الطريقة يستعملها المخزن، هو يعرف الحقيقة يخفيها، يخلي الناس يتموا يعني يضيعوا وقتهم ويتموا يستنزفوا طاقتهم إلى أن يختار الوقت المناسب ويخبرهم بالحقيقة، وبعد ذلك يصبر في هيك 24 ساعة، لأنه عادة تعود ردة الفعل البشرية هكذا يعني في كل الأحداث، وكذلك يعني يصمت في 24 ساعة وبعد ذلك يتحكم في الوضع ويقول أنا سلكت منها ويمشي واحدة ثانية، يعني يمشي لجريمة أخرى. المصيبة الكحلة على أنه يمشي لجريمة أخرى، ومين يمشي لجريمة أخرى يمارس معها نفس العمل. كنا سباقين على معرفة على أن الجثة عند نظام الاحتلال المغربي، لكن مجموعة من التفاصيل غير مفهومة في هذه القضية. شكون اللي قتل من؟ هل يوسف اللي دفنوه يامس هو اللي قتل الشهيد الحبيب أغريشي؟ إذا كان هو اللي قتل الحبيب أغريشي كما تقول سلطات الاحتلال المغربي، هل ممكن شخص واحد
اللي هو يوسف اللي معروف أصلا يعني بنيته الجسمانية مقارنة مع الشهيد الحبيب أغريشي، ما يعني لا هناك فرق كبير جدا. هل يمكن ليوسف أن يقوم بقتل الشهيد الحبيب أغريشي لوحده؟ يعني لوحده كيفاش يقبضوا، كيفاش مثلا يكتفوا، كيفاش يكب عليه الليسانس، كيفاش يحرقوا؟ هذه كامل أسئلة، هذه كامل أسئلة ما لا يصدقها عقل، لا يصدق حد أنه هذا يوسف قتل الشهيد الحبيب أغريشي لوحده. هذه من سابع المستحيلة. لماذا لا يقتلوا؟ من هي الأطراف الأخرى المشاركة في العملية؟ ما هو سبب الجريمة؟ لابد يكون عند سبب للجريمة. هذه كلها أمور غير مفهومة في بلاغات لا النيابة العامة ولا البوليس اللي أصدر البلاغ كذلك البارح، يعني ولا شيء يتضمن الحقيقة، شيء يتضمن الحقيقة غير موجود. احنا يعني قالت لنا جهة معينة على أنه هناك مسؤول أمني كبير منذ البداية متورط في هذا الموضوع، هذا اللي قالنا منذ البداية. شكون هو هذا المسؤول الأمني؟ هل هذا الخبر صحيح؟ ما كان حد عنده الحقيقة، هذا فقط احنا ما وصلنا. كيف ما وصلتنا معلومة على أنه الجثة، جثة الشهيد الحبيب أغريشي موجودة عند 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 البوليس البارح؟ تعرفوا بأنه يعني الداخل المحتلة عاشت لحظات صعبة، الجماهير مرقت للشارع، فرغت ذاك اللي عندها، فرغت اللي عندها. الاحتلال المغربي عنده طبعا طريقته في التعامل مع مثل هذه الأشياء، هو الصمود 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 إلى أن تمر العاصفة. منين تمر العاصفة يتكسل، هو يتكسل ووجد لكم أسلحته ويمشي لضحية أخرى. إذا البارح صمت في مواجهة هذه الاحتجاجات وانتهى الحال، يعني انتهى الحال على أنه اليوم يتم استقبال والدة الشهيد الحبيب أغريشي اللي تم استقبالها في مقر ولاية الاحتلال، ووعدها بتسليم الجثمان في ظرف 24 ساعة، على الرغم أنه في وقت سابق شكون كانوا يقولوا؟ كانوا يقولوا على أنه الجثمان ما هو خالق، يعني الجثة أصلا مات منها شيء. لا هنا سمعوا تصريح والدة الشهيد، نسمعوه جميعا ومن بعد إن شاء الله نكمل. شوفوا يا رجال، وقال مسلمين كاملين وقال مسلمين كاملين، شوفوا الحرق اللي جبروهم محروق، وراهم ضربوا جسده، وراهم ضرب عليه تحاليل، وراهم قالوا عنه شو ردة فعل الناس؟ مرحبا وسهلا ياسين، مرحبا وسهلا. نهار الخميس ديال سبعة أيام وربيت عليه الأخبار كاملة، قلت له عن خويا ذاك الطفل وقعد القلب وكيف المشتبه به، وسلمناه للبوليس ودرنا فيه الثقة كاملة. البوليس دشت مع الراجل وتوصل وصار مكتوب ما يعرف الكذب، وقال لي ذكر حلفني، قال لي والله راجل سبعة أيام والله العظيم يدني نوقف على كرعية يريد انتم في المجرمين، يسوى فيهم وكيل ويسوى فيهم كوميسار ويسوى فيهم قرش رايك يا ولدي. الحين قال لي نطلق عنه مات وداي انتم المجرمين، المجرمين تنحى لهم وقت ثلاث ايام وانت تعرف ايش قال لك الوالد النهار، قال لك هذا خمس دقائق
إذا شفتوا الطريقة الخطيرة للمخزن كيف يتملص من الموضوع، كيف يمرق من الموضوع، كيف يشرف على جريمة وتم يلعب فيها ويلعب فيها ويلعب فيها بحيله، ذيك حيله اللي نعرفوها كاملين، باش يمرق هو بريء وينقل الصراع من عنده ويدخله وسط الجماهير. ينقل الصراع من عنده، ذاك الصراع اللي أصلا خاصه يتوجه له، يقلبه هو على الجماهير ويحدث شروخ وسط الجماهير. والدة الشهيد تقول كلام، خو الشهيد يقول كلام، الجماهير تقول كلام، باش يشتت هذا الشيء كامل وتضيع الحقيقة، ولا أحد يعرف شكون اللي قتل الشهيد الحبيب أغريشي. وغدا إن شاء الله كذلك يقوم الاحتلال المغربي ويقتل واحد ثاني وهكذا، ويستعمل نفس الطريقة. هذا درك، هذه درك دولة، هذه درك دولة، هذه درك قد يأمن حد على حياته فيها. انتم درك مأمنين، يعني مأمنين على حياتكم في هاي الزريبة؟ فيكم حد قد يأمن حياته اليوم في هاي الزريبة؟ فيكم حد قد يطمئن على حياته، والله على حياة أولاده، والله على إذا كان مثلا، إذا كان فعلا إنسان عنده مواقف وعنده مبادئ وقد والله حاس على أنه لا يؤدي الثمن في يوم من الايام في موضوع من المواضيع. شفتوا المخزن كيف يشتغل؟ شفتوا كيف ينقل الصراع الى وسط الجماهير؟ على الرغم انه هو الموضوع واضح. لو كان المغرب دوله، لو كان المغرب هذا اللي طبخوا لنا رسل، هذا اللي يهدد الاتحاد الاوروبي واستعرض عضلاته
واللي يهدد يعني المعارضين ويهدد انت لا نجيبك وانت لا نفعل لك وانت لا نترك لك وانت لا نسكتك وانت لا نقتلك وانت لا نفعل لك. يعني هذا اللي يقولون نحن ذاك المغرب هو هذه صورته الحقيقية. إذا كان هذه هي الدولة، خاصة يعود عندها قضاء نزيه، يعود عندها بوليس نزيه، يعود عندها السلطات نزيهة، تعود عندها فعلا داخلية في المستوى. أضريك هذو، هذرك ما هم تشكيل عصابي، هذرك ما هم عصابات. شنو الفرق بين العصابات اللي احنا ما نعرفين شكون هما وبين العصابات اللي تشوفوهم لابسين غرافطات وكمبليات ويدخلوا ما يسمى قال لك بالجهه وعلى راسها هذاك بن عمر اصلا، هذاك اللي قال له بن عمر والي الجهه نفس والي جهه الاحتلال اصلا، اللي يعني تشير له الاصابع من كل الاتجاهات واللي اصلا معدل مشروع سياحي قد الخلف الداخل المحتله. تصوروا والي الاحتلال هو نفسه معدل مشروع سياحي حتى ويدخل الفضاء كيف وكيف المستثمرين الاخرين. واش هذه ما هي زريبه؟ هذه ما هي زريبه؟ هذه راك ما يخاف على كاج على نفسه فيها، هذه ما يخاف الانسان على حياته فيها. راك شوفوا كيف نقلوا الصراع، بدل على انه يقول لكم شكون اللي قتل الشهيد الحبيب اغريشي، شكون اللي قتل يوسف، شكون هذو الناس اللي قتلوا هذين الشخصين، كيف ماتوا هؤلاء الاشخاص، شكون اللي متورط، شكون اللي اعطى التعليمات للبوليس باش يفرجوا عن يوسف باش يعود غدا النهار الثاني جثه هامده في البحر. هاي كامل هي الاسئله اللي خاصه تجاوب عليها السلطات. ولكن هما خطيرين، هذو خطيرين، هذو عندهم فكر خطير جدا، عندهم فكر شيطاني، عندهم شيء من الافعال والافكار الشيطانيه اللي لا تخطر على بالكم. يعني راهم مستعدين انهم يقضوا كل وقتهم باش يقلبوا عليكم الحقيقة، يقلبوا الحقيقة ويعدلوا انشقاقات وسطكم، يعني يشتوكم باش انتم تبردوا وترجعوا لدياركم وتكمدوها وترفدوا جثة الشهيد وتدفنوها والسلام عليكم وعليكم السلام وانتهى الموضوع. إذا كانت عندهم جثة يعطوها للناس الليلة سابقة، لماذا من هون 24 ساعة؟ لا 24 ساعة، اش لا تعدلوا فتوبة في 24 ساعة؟ انتم اليوم 11 يوم، 11 يوم، كيف ما فوتوا 5 أيام باش تمرقوا الطفل ريان في شفشاو، انتم مفوتين 11 يوم باش تكشفوا حقيقة جريمتي قتل. كان ممكن تفادي الجزء الأول منها، يعني يقع يعني الجزء الأول منها، ولكن يتم تفادي الجزء الثاني، يعود الجزء الثاني هو اللي يفضح الجزء الأول، لأنه الجزء الثاني هو اللي فيه الحقيقة اللي تفضح حقيقة الجزء الأول. ولكن هما يريدون إقبار القضية، يريدون طمس القضية، يريدون أن يقتلوا الشهيد الحبيب أغريشي ويقتلوا يوسف ويقتلوا واحد ثاني ويقتلوا واحد ثالث، ولا يتموا انتم تزقنوا في نفس الحلقة. وانا عجبني حقيقة، وهو باش لنختم هذا الموضوع اللي هو كلام المناضل الصحراوي سعيد الصغير، اللي اصلا يعني زار مخيمات العزة والكرامة في وقت سابق، واللي هو لسان يالت يعود لسان كل صحراوي، يعني يالت يعود لسان كل صحراوي، كل صحراوي في مع في في يعني في 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 معالجة هذا الموضوع. شوفوا ايش قال، يعني شوفوا ايش قال البارح، وكلمات حقيقة تعبر، هي تعبر عن وعي جماعي للصحراويين بأن الاحتلال المغربي، بأن ما نشاهده في المناطق المحتلة هو احتلال، يعني هذه مسلمة. ولكن أن يجاهر بها في وسط الجماهير ويعود رد الفعل في المستوى، هذا هو الحقيقة اللي يعتز به كل إنسان صحراوي. هذا راهو في نقر الداخل المحتلة، هذا وسط الداخل المحتلة، هذا ما هو كلامي أنا،
هذا ما هو كلامي أنا، هذا ما هو كلامي. وهون مفارقة بسيطة جدا ممكن على أنكم تلاحظوها، هو منين هم، منين هم المغاربة الموجودين في الداخل المحتل؟ منين هم المغاربة المتواجدين في الداخل المحتل؟ ياك تقولوا صحراويين مغاربة، مغاربة صحراويين، وصحراويين وحدويين صحراويين، ما نعرفهاش. رشيد، رشيد حق رشيد الصغير، رشيد الصغير، شكرا على تصحيح المعلومة. ياك قلتوا ان صحراويين مغاربة، مغرب مغاربة صحراويين، صحراويين وحدويين، صحراوي فم وحدين، هما اللي كذلك سميتهم صحراويين في صالح، رغم انه ما فهم لا هو فهم لا صحراوي والله مغربي. او هذو الناس، هذو هاو المغاربة القاطنين في الداخل المحتلة، والله اللي جاوا للداخل المحتلة، والله اللي يسميهم وحدين يسموهم مستوطنين، وانا تحفظ على هذا المصطلح للاحترام، يعني واجبي الصحفي. منين هما؟ على ما يظهروا مع الناس، على ما يدخلوا مع الناس، على ما يدخلوا مثلا مع عائلة الحبيب أغريش. إلى عاد فهم صحراويين مغاربة ومغاربة صحراويين كيف وسياني. لماذا يعني ما يحتجوا معه؟ لماذا؟ إذا من نقر الداخل المحتل ينقال هذا راهو احتلال، راهو احتلال. حق معتقل سابق الله. نسمعه مرة ثانية. المغرب دولة احتلال، المغرب دولة احتلال. باش نفتح على القوس هون بالنسبة لهذو العياشة اللي واش احنا اليوم موضوعنا هو الشخص اللي انا النقاش، انا ما انا لا شخص وشخص النقاش، انا اناقش موضوع معين، تعرف اناقش موضوع معين انساني قبل ان يكون سياسي، ولا قبل ان يكون في اتجاهات مختلفة. أنت فاعل لك، أنت تارك لك، أنت تافر، أنتم تافهين قاعد إلى هذه الدرجة. يعني أصلا أنتم تافهين إلى هذه الدرجة. إلى قاعد إلى هذه الدرجة، إلى هذا المستوى. تحياتي قال لك القوات المسلحة، يطيرك أنت والقوات المسلحة. قوات المسلحة. إذا نرجعوا نسمعوا الكلمة كاملة لرشيد الصغير المعتقل السياسي الصحراوي.
هذه هي الخلاصة اللي كان يخشاها نظام الاحتلال المغربي. هذه الخلاصة اللي تمرق بها الجماهير في كل محنة مع المحتل المغربي. بمجرد انه يوقع احتكاك مع المحتل المغربي، كل مرة يصل الوعي الجماعي الصحراوي الى هذا المستوى وينقال بشكل مباشر على انكم قوة احتلال لارض الصحراء الغربية، قوة احتلال للصحراء الغربية. ده واضح. فكل التعازي لعائلة الحبيبة أغريشي اللي يعني تكلمنا فيها وحاولنا على أن نوفوها حقها إن شاء الله الرحمن الرحيم، ولا ينتم متابعينها إلى آخر إن شاء الله الرحمن الرحيم رمق. فيما يتعلق بإيزيك، إيزيك الآن نظام الاحتلال المغربي معدل هجمة كبيرة جدا على الأراضي الصحراوية. باش تعرفوا بأن المخزن ما عنده ولا جرام واحد من العقل، يعني حتى جرام واحد من العقل. أصلا شايف يعني مجموعة من التوترات الموجودة في المنطقة، يعني شايف التوتر في كل مكان. ورغم ذلك ماشي قال لك في مطلب التحفيظ. ثم شنو يتعدى بهذا التحفيظ؟ ثم حضرتك مثلا حفظتوا الطرفية المحتلة، وحفظت الدورة المحتلة، وحفظت الطاح المحتل، وحفظت العيون المحتلة، وحفظت الحقونية، وحفظت بوجدور المحتل، وحفظ ما خلق عشي ما حفظته. لا يتعدلوا به شنو؟ لا يتبيعوه؟ لا يتبيعوه؟ لمن لا يتبيعوه؟ لمن لا يتبيعوه؟ لا يتزرعوا فيه الفول؟ لا يتزرعوا، شلي يتزرعوا في ذي الصحاري؟ تحفظوها ليش؟ شنو 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 الهدف؟ شنو اليوم اللي يدفعكم يعني الى السرعه في تحفيظ هاي الاراضي والهليكوبترات والدرك والمخازنيه والاستنفار والمتراج وشي عدل المسح الطبوغرافي بالهليكوبتر وشي عدل المسح الطبوغرافي بالفرق الميدانيه؟ ليش؟ لا تزرعوا، شنو تزرعوا فيه؟ شنو تزرعوا في ذي الصحاري كامل؟ ولا خطة جديدة، خطة جديدة. شايفين الحرب في الصحراء الغربية، شايفين يعني الحرب، وشايفين يعني مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي اللي يدكوا معاقلكم كل نهار، وشايفين يعني التطورات الدبلوماسية على المستوى الدولي، على مستوى الاتحاد الافريقي، على مستوى الامم المتحدة. باغين مالي تخلطوا الاوراق، باغين تخلطوا الاوراق، باغين تحفظوا التراب باش تقول ايه رانا حفظناها، خاصكم تعطونا ولا تعطونا ولا غدا باش الى وقع الاستقلال تعطونا كذا وكذا. هو ما بني على باطل فهو باطل، ما بني على باطل ما هو اصلا باطل. انتم بعد 45 سنه ماشي في 46 سنه من تواجدكم في ارض الصحراء الغربيه اللي جيتوها حفاة عراة، يعني جيتوها حفاة عراة بعد 45 سنه، ياك ظهر لكم على انكم تحفظوا التراب اليوم، ياك ظهر لكم اليوم تحفظوا التراب. داخلين مواجهة مع من؟ داخلين مواجهة مع الشيب، يعني داخلين مع 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 الشيب ومع عزايز، ما عندهم الا هيك الصحراء يقرحوا فيها ويمرقوا شورها ويقدوا نويره ويقدوا شوية من النار ويطيبوا خبيزة، والله فهمت، والله خبزة، والله والله، ويظلوا مديمسين فايك التراب، والله والله قاع ساكنين فيها. يعني تصوروا انتم معدلين نفوسكم خصم، خصم للانسان الصحراوي اللي في ارضه، معدلين خصم. جايبين الهليكوبترات؟ لا، جايبين الهليكوبترات اليوم؟ لا. جايبين القوات المساعده وجايبين الدرك؟ لا. معدلين حاله استنفار؟ لا. هذو ناس ما عندهم لا ار بي جي ولا عندهم صواريخ ولا عندهم ألغام ولا عندهم أي شيء. هذو ناس موجودين على أرضهم، في أرضهم، جايين انتوما هاجمين عليهم هذا الهجوم، ياك لاباس. هذا راه قمة النذالة، يعني حقيقة قمة النذالة وقمة البؤس وقمة الفقر. بدل على أنكم تهتموا بهذاك الشعب اللي موجود في المغرب اللي أصلا اليوم ما عنده باش يتعشى، هذا الشعب اللي يعني اللي يخرج اليوم في مسيرات
قهر ولغلة من كل الاتجاهات، الأسعار في المحروقات والأسعار في المواد الغذائية، والمجهول ينتظره بدل على أنكم تمشوا تهتموا بهؤلاء ماشيين شغل الصحراء الغربية تقلعوا الأرض من أهلها. لو كنتوا قاع جيتوا بفرق مدنية ممكن على أنه إنسان يتحاور معاكم. جايين اليوم بالهليكوبترات، جايين اليوم بالقوات القمعية، راسلين كم من، كما قال يعني قالت بعض المصادر اليوم، راسلين 10 سيارات من التعزيزات، قالك ما يسمى بقوات حفظ النظام. قوات حفظ النظام ياك لاباس، يعني واحد موجود على أرضه أصلا، هو في أرضه، كان في أرضه، جاي انت بالهليكوبتر وجاي بالقوات وجايوا بواحدين يقلعوا منه ارضه، وش بغيتوا يعدل لك؟ شو بغيتوا؟ بغيتوا يرجع للدشره ويخليك انت تميطر في هيك الصحاري هكذا، تميطر وتفضل تكبر. انت جاي من مراكش، والله جاي من السويره، والله جاي من اسفي، والله جاي من منعرف منين جاي، وتقلع ارض الصحراء الغربيه من اهلها. اليس هذا بؤس؟ اليس هذا بؤس؟ اليس هذا يعني قمه الحقاره؟ ماشيين مع 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 الخلاوات، تحسبوا التراب، تحصوا التراب. ولكن لا اعتقد على انه هذا الامر بريء، ربما مرتبط ما بشي مؤامره، لانه هؤلاء هذو اللي شفتوا في الداخل المحتله راهم نفس العقول اللي توجد كذلك في الرباط، واللي تسير العيون، واللي تسير يعني كلهم يعني سواسية. فيما يتعلق بلجيكا اليوم البرويطه مات العاريه، كانوا يمشي هيك، والله يمشي هيك، يعني حتى طريقه وصوله الى القمه يعني اظهرت ارتباك شديد جدا. يعني شوف، كان هناك فيديو، لكن لا بأس سنشوف الطريقه التي وصل بها الرئيس ابراهيم غالي للقمه. إذا الرئيس إبراهيم غالي يصل إلى القمة هذا اليوم، إذا كان انتصار كبير جدا، لأن نظام الاحتلال المغربي هدد مستار بلاغ، وقيل بأنه حتى صاحب الدجاجة نفسه كان مقررا على أنه يشارك في القمة، ولكنه في آخر لحظة عدل عن المشاركة لأنه خاف يعني يعود مع الرئيس إبراهيم غالي في نفس الصورة، وتنهار تباعا كل أكاذيب وأباطيل الاحتلال المغربي. اللي بغى يشوف الفيديو موجود على الصفحة، والله موجود على القناة في اليوتيوب منشور. كل أباطيل نظام الاحتلال المغربي تتهاوى رويدا رويدا، كل نهار ما بني على باطل فهو باطل. وجود الاحتلال المغربي على أرض الصحراء الغربية كان باطلا منذ البداية، والحق لا يسقط بالتقادم، الحق لا يسقط بالتقادم، ما كاين شي حق في العالم يسقط بالتقادم، وحق الشعب الصحراوي في هذه الأرض لن يسقط بالتقادم، بالتقادم لن يسقط. الحسن الثاني مات، وجاء عقبه محمد السادس، وها هو يعني يمضي الآن تقريبا 22 سنة إلى 23 سنة من الحكم، وراعيه على مشارف الشيخوخة، ورغم ذلك لم يحسم أبدا هذا الموضوع، لم يحسم. لماذا؟ لأن الحق اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لأحد يدعي الشرف ويقول عنه شريف، ويقول على أنه من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول على أنه يعني
رباني وما نعرفهاش أمير المؤمنين وكل تلك التسميات اللي أصلا ما عندها علاقة بالحقيقة. لا يمكن لأحد يدعي هذا الادعاء ويرى شعب كامل يعني مشرد، أرى المغاربة كاملين مشردين. يعني هذا واضح. ولا يمكن كذلك أن يرى أرض الصحراء الغربية مقلوعة من أرضها ويشوف يعني قوات القمعية تمشي تقلع الأرض من أهلها، ولا قوات القمعية تساهم في التستر على الجرائم ولا تشارك فيها، وهو يصمت ويتفرج ويتفرج يتفرج وراه شايف. يعني هذا الشيء اللي شفنا احنا راه شايف منه هو أضعاف مضاعفة. هذا الشيء احنا اللي نشوفه اليوم ونتكلموا عنه كل نهار واللي نتحدثوا عنه، هو شايفه أضعاف مضاعفة، ولكن لا يريد التدخل. راه يعطي التعليمات اقمعوهم. اليوم هذوك المروحيات اللي اصلا طلع صعدوا وعدلوا عملية مراقبة الصحراويين في فيزيك بتعليمات منه، بموافقة منه. الجريمة هاي اللي وقعت في الداخل المحتلة لا يمكن لأي معلومة أن تخرج من الداخل المحتلة إلا إذا كانت عند صاحب الدجاجة قبل أن تمرق الوسائل الإعلام. والله يعني هذه اقبضوا عليها أيديكم. لماذا؟ لأنه نظام شمولي، نظام يحكم فيه شخص واحد، ممنوع على الآخرين أن يتصرفوا خارج السياق الذي يرسمهم صاحب الدجاجة. تحياتي لكم، أشكر لكم خالص المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.